لنا الملتقى الدولي العلمي للشخصية الرمزية للشيخ عبد الكريم دالي، البعد الفني والتاريخي الوطني. قلنا علاش لا، حبينا نديروا كما يقول لك ملتقيات علمية باش نبينوا ان الثقافة الجزائرية مميزة وعندها مثقفين ومحاضرين في هذا النمط الفني الجزائري، وبخصوصا الأغنية الكلاسيكية الجزائرية، ولا سيما ان الشيخ عبد الكريم دالي اعطاه كرس حياته في هذا النمط الفني. هو البعد الثقافي ولكن هو بعد علمي أيضا وأكاديمي. اليوم في هذا الملتقى رايحين نتكلموا على كل الجوانب الأكاديمية والعلمية للموسيقى الأندلسية، يعني نبتعد نوعا ما من الفولكلور ونقترب من دراسة هذا الموسيقى بعمق. وهذا الشيء اللي يعني كل السادة اللي والسادات اللي حضروا لنا محاضرات قيمة، وحنا كفنانين يعني متعطشين بهذا الشيء، لان هذا المحاضرات رايحين يزيدوا حاجه في عملنا احنا الشخصي كفنانين. كي نحافظ عليها الآن، أظن أنه الشباب أبدع. نجد مثلا كان الفن الأندلسي أو النوبة الأندلسية التي تتمثل في 24 نوبة التي أتت من الأندلس، وعندما أتت إلى بلدان المغرب العربي وبخصوص إلى الجزائر تلونت بالتقاليد وبالألوان الموسيقية الموجودة أنذاك، مثلا أسطنبيط الحوزي في القرن 17، العروبي في الجزائر العاصمة، المحجوز من جهة قسنطينة. يعني في الفن الأندلسي يوجد دائما تجديد في القصائد، في الآلات، تانيت عندنا تانيت في النوبات تاعنا، نحوسو نديرو دائما ندخلو الجديد عليها باش يقعد لنا دائما، نقعدو نطورو دائما في الأغنية الأندلسية.